السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شباب. محاضرة النهاردة بعنوان بي لاندز ريفولوشن بارت 2. النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن اوفر فيو على الفي تي بي والتشالنج تيست بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أنا الفيديو ده هعرض قصادكم في جزئية شرح الفي تي بي، شرح الفي تي بي زي ما انا شرحته في سي اس ام بي. يعني انا هوريكم مقطع او هعرض المقطع الشرح الفي تي بي في محاضرات السي سي ام بي اللي انا في احدى محاضرات السي سي ام بي اللي انا بنزلها. ان شاء الله سبحانه وتعالى هتفهموا الفي تي بي شرحه بشرح مفصل. هو زي ما انا قلت لكم الفي لانز، انا ك كونسبتس و تكنولوجيز انا بشرح، وبروتوكولز كمان انا بشرح الفي لانز في اس اس ان اي زي السي سي ان بي. فاسيبكم تسمعوا شرح الفي تي بي. اتفضل يا باشمهندس احمد. الفي تي بي اختصار لفيرتشوال ترانكينج بروتوكول، اسم غير على مسمى، يعني اسم مش على مسمى. ليه؟ لان بمنتهى البساطه ممكن، يعني انا مثلا لو كنت مكان سيسكو، سيسكو هي اللي عملت البروتوكول ده، كنت اسميه مثلا في لان ريبليكيشن بروتوكول، في ار بي مثلا، في لان ريبليكيشن بروتوكول. يظهر الجزئيه، تظهر جزئيه الفي تي بي والمميزات بتاعتها، رغم ان سيسكو هي رغم ان هي عملت البروتوكول ده، يعني هي صاحبة البروتوكول ده، ولكن سيسكو لا تنصح باستخدامه. تعال الاول نتكلم عن كونسبت مهم جدا، ان انا دلوقتي او سيتويشن مهمه. انا مثلا عندي في سايت، مثلا عندي ثلاث ايه ثلاث سويتشات. طب بلاش ثلاث سويتشات، ممكن نقول خمس سويتشات. اوكي، لو انت عندك 50 فيلان، هل هتروح بقى انت عايز تكريت 50 فيلان، هتروح السويتش ده تكريت 50 فيلان، وبعد كده هنا تكريت 50 فيلان، هنا 50 فيلان، هنا 50 فيلان، هنا 50 فيلان؟ الاجابه لا. الفي تي بي comes in handy، يجي يفيدك في ملحوظه في جزئيه زي دي، اللي انت ممكن تسبورت تفعل خاصيه الفي تي بي. وهي اوريدي في تي بي طبعا ليه كذا فيرجن هنتكلم عنه دلوقتي، بس الفي تي بي باي ديفولت لو كان فيرجن 1 خصوصا سبورتد او انيبلد على كل سويتش. انا بس باجي على السويتش ده، السويتش الكور مثلا، وبشغل الفي تي بي، بحدد الدومين نيم، يوم اي فيلان بعملها اوكي بتكبير على كل السويتشات. يعني انا بكبير فيلان، بعمل فيلان 10 20 30 او فيلان 2 3 4 5 6 7 8 50 فيلان، يقوم انا بكريتها مره واحده بس وهي بتتكبير على باقي الايه السويتشات. طب ليه سيسكو مش بتريكومند ده؟ لان بمنتهى البساطه تحصل عندك حاله هي حصلت معايا شخصيا، حاله سيتويشن هي حصلت معايا انا شخصيا، ان انا جابوا لي سويتش، تمام؟ السويتش ده كان بيتكريت عليه 500 فيلان، بتكريت عليه 500 فيلان. بمنتهى البساطه انا جيت بتسرع، رحت وصلت السويتش ده انا مفترض، لا انا وصلته بالسويتش الكور، انا وصلته بالسويتش الكور، تمام؟ فراح بمنتهى البساطه انا مثلا عندي 50 فيلان، فالسويتش ده راح مسح ال 50 فيلان، يعني بعت في تي بي ريف. ايه هو الريف؟ بمنتهى البساطه انا كل ما بكريت فيلان، يعني مثلا انا كريت فيلان 10 فيلان 20، اوكي، فالسويتش ده بيبعت في تي بي ريف ريفيجن، يعني ريف، وادي لها رقم، فالرقم مثلا 10. اوكي، كلام جميل. لو انا السويتش ده مثلا استقبل، تعالوا نستفرد بالسويتش ده على جنب، اللي هو السويتش ده نستفرد بيه على جنب، لو جات له في تي بي ريف في تي بي ريف 20 وجات له في تي بي، طبعا انا كل ما بعمل تغيرات، شلت فيلان حطيت فيلان، شلت فيلان حطيت فيلان، حطيت فيلان حطيت فيلان، شلت فيلان، كل التغيرات دي، كل تشينج من دول بيزود رقم الريف. فبرد السويتش ده استقبل ريف، اوكي، ريف 20، قالت له حط فيلان 10 وفيلان 20 عندك، تمام، وراح استقبل من ناحيه ثانيه في تي بي ريف ريف 30، يعني اكبر في القيمه، وقالت له حط عندك جدول او حط عندك فيلان 40 و50. السويتش هنا هيتصرف ازاي؟ السويتش هيدي الاولويه للفي تي بي ريف الاعلى، تمام، وهيقوم ماسح كل الفيلانز. يعني هو استقبل مثلا ايه في تي بي ريف 20، هيقوم حاطط الفيلانز الموجوده في الفايل اللي هو فيلان دوت فيلان داتابيز، يعني في فايل كده على السويتش اللي هو فيلان داتابيز، ده بيكون موجود فيه الداتابيز بتاعت الفيلانز، فيلان 10 20 30 وهكذا. فهيقوم ماسح الفيلان داتابيز بتاعته اللي عملها من فيلا من ريف 20، وهيقوم حاطط الداتابيز بتاعت الايه الريف الاحدث او الريف الاعلى في القيمه 40 و50. طب ده تعمل مشكله لو انا عندي مثلا السويتش ده فيه 500 فيلان وبعت في تي بي ريف، والفي تي بي ريف دي اعلى من السويتش الكور،
تمام. فبالتالي اما يروح للسويتش كور، السويتش كور هياخد كل الفيلانز الموجوده هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا وهيقوم باعت هنا، هوب تلاقي الفيلانز اللي انت كنت عاملها اتمسحت واتحطت مكانها الداتا بيز بتاعت الايه السويتش القديم اللي انت جبت او السويتش الجديد اللي انت جبته اللي بتكلم عليه بيلانز دي. لو انت مثلا شاري سويتش كان موجود في شركه والشركه دي كانت حاطه 500 بيلان، فانت بتلاقي كل البيلانز اللي كانت في الشركه القديمه في الشركه اللي كانت صاحبه السويتش ده هتلاقيها اتكبرت عندك على السويتشات. مصيبه مصيبه دي لو حصلت، ومشكله حصلت معايا انا شخصيا تمام. فطبعا عشان كده سيسكو مش بتريكومند ان انت تنيبل البروتوكول ده، او بتقول لك ان انت اشتغل على البروتوكول ده بعد ما تخلص الفي لانز وتظبط الدنيا عندك اقفل الفي تي بي. طب احنا عايزين نتكلم عن ان الفيرجنز بتاعت الفي تي بي، في فيرجن 1 في فيرجن 2 في فيرجن 3 تمام. فيرجن 1 كلاسيك كلاسيك قوي باي ديفولت 95% من سويتشات سيسكو باي ديفولت بتنزل على في تي بي 1 او في تي بي فيرجن 1. في تي بي فيرجن 20 نفس الكلام، يعني يعتبر شبيه ب فيرجن 1. فيرجن 3 افضل بكتير طبعا كسكيورتي، ممكن تعمل بقى باسورد على كل السويتشات الكلام ده كله. يعني انت مثلا ايه حطيت جبت كده سويتش انت عشان تخليه يخش في تي بي دومين، يعني في تي بي دومين اللي هو الاريا اللي انا حاطط فيها ايه كذا سويتش تمام. طيب ده كلام جميل، انا عايز ادخله في تي بي دومين، فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن اعمل في تي بي دومين دي ما فيش اي سويتش يخشها الا اما يدخل باسورد مثلا 123 ات سيسكو كابيتال سي كابيتال اي اس سي او سمول اوكي. انا بالتالي عشان عايز ادخل اي سويتش في الفي تي بي دومين ويخش بقى في الايه في العائله او في الفاميلي بتاعه البي تي بي سويتشز، بحيث ان اي سويتش بقى اقدر اكبر احط عليه في لان يكبر السويتشات الثانيه عشان يخش في المنظومه دي لازم ادخل عليه باسورد في تي بي باسورد. ده طبعا ده فيرجن 3. فيرجن 3 طبعا عمل لي انهانسنج او انهانسمنت في السكيورتي، بس في مشكله في فيرجن 3. فيرجن 3 جميل جدا وستيبل قوي، ولكن المشكله ان اغلب البراند نيو اغلب السويتشات الجديده من سيسكو هي بس يعني السويتشات الجديده من سيسكو هي اللي بتسبورت فيرجن 3، لكن اغلب سويتشات سيسكو تمام مش بتسبورت فيرجن 3. اغلب سويتشات سيسكو مش بتسبورت الفيرجن 3 رغم انه اصدار سيسكو، ولكن باي ديفولت تلاقي سويتش على فيرجن 1 تمام. وممكن طبعا تعمل له ترقيه بروموشنز اللي هو يشتغل كفيرجن 2. طيب كلام جميل. المودز بتاعت الفي تي بي في كذا مود. الفي تي بي في مود السيرفر اوكي، في مود الكلاينت، في مود الترانسبيرنت وفي مود الاوف. طيب كلام جميل. انا دلوقتي لو عندي سويتش كور واهو كور وصلته بتو ديستريبيوشن، السويتش لو في تي بي المود بتاعته سيرفر فهو يقدر تكريت عليه فيلان اوكي، ويعني يقدر يغير يعني يبعت تشينجز ريف ويقدر يستقبل ويقدر يباس ثرو. يعني ايه يقدر يباس ثرو؟ يعني السويتش ده مثلا انا السويتش ده مثلا ده سويتش 3 وده سويتش 2 وده سويتش 1، لو انا على سويتش 3 عملت فيلان اوكي فهيلعب في تي بي، فالفي تي بي السيرفر لو السويتش 1 ده سيرفر يقدر يباس ثرو يعدي الايه الفي تي بي ريف دي تروح لاس 2 من اس 3 الى اس 2، فهو يقدر يغير ويتغير ويعدي يغير يعني تكرر عليه فيلانز و يبعت في تي بي ريف للسويتشات المتوصل عليه تمام، شرط ان هم يكونوا داخلين معاه نفس البي تي بي دومين او يتغير عليه. يتغير يعني ان انت ممكن تكريت على اس 3 فيلان ويبعت في تي بي ريف والسويتش 1 ده طالما هو سيرفر يقدر يستقبل التغير ده ويطبقه عنده. طيب يقدر يباس ثرو يعني يعدي يعني يعمل يعني يعدي الريف، يعني السويتش بعت ريف الاس 1 اس 1 ممكن يفروده الى اس 2 وهكذا. الكلاينت يقدر يباس ثرو ويقدر يتغير عليه لكن ما يقدرش يغير. يعني لو اس 1 ده او لو اس 2 مثلا ده كلاينت اوكي، يعني افترض ان اس 1 ده سيرفر واس 2 ده كلاينت، ومثلا هفترض ان اس 3 ده ترانسبيرنت، فاس 2 ده لو كلاينت فلو انا عملت فيلان ما يقدرش ياثر على ما يقدرش يلعب في تي بي ريف الى السويتشات اس 1 واس 3 ما يقدرش، لكن لو انا جيت عملت فيلان على اس 1 اقدر يقدر الكلاينت يستقبل، يعني يقدر ايه يستقبل تغيراته ويطبقها عنده ويقدر برده يباس ثرو. لو مثلا انا حطيت هنا سويتش مثلا عملت هنا وده مثلا مود سيرفر وانا جيت عملت عليه فيلان، يقدر الكلاينت ده يباس ثرو الريف الى سويتش 1 ويروح الى سويتش 3. طيب الترانسبيرنت عامل زي المرايه،
بص بقى الترانسبيرنت ما يقدرش يتغير وما يقدرش يغير، يعني ما يقدرش يعني ما يغير يعني ما يقدرش يعمل تغيير زي الكلاينت كده، وما يستقبلش تغييرات، ما يقدرش يعمل ما يقدرش يعمل تغيير، وكذلك ما يستقبلش تغييرات، ولكن يباس ثرو، يباس ثرو يعني اس 3 ده لو واصل مثلا بيه اس 4 تمام كده. لو اس 4 عمل تشينج اس 3 ما يستقبلها ولكن ما يطبقش التشينج، يعديها بس. وبرضه اس 3 لو انا جيت على اس 3 عملت تشينج ما يطلعهاش لا لهنا ولا لهنا، تمام. ده الايه المودز، ممكن اخليه اوف بقى، اوف انا قفلت الفي تي بي خالص، تمام. سيسكو بتريكومند ان انت تعمل الاتي، وانا برضه بريكومند يو ان انت الكور يعني اختار لك سويتش هو ده اللي تعمل منه الايه الكونفيجريشن بتاعت البي لانز، بحيث اللي يكبر بقيه السويتشات خليه على مود السيرفر وكل السويتشات على مود الكلاينت، اوكي. بعد ما تخلص خالص اقفل الفي تي بي، بعد ما تخلص خالص اقفل الفي تي بي، او حط خلي الكور سيرفر زي ما هو وباقي السويتشات الكلاينت تحولها لترانسبيرنت. يعني عندي كده ليك اقتراحين، اما انك تقفل الفي تي بي خالص بالاوف، تحط كله كده في تي بي مود اوف، او انك ممكن تعمل تخلي السويتش الكور زي ما هو سيرفر والباقي بدل ما تحوله بدل ما يكون كلاينت تحوله الى ايه ترانسبيرنت. في بقى حاجه برضو في الفي تي بي اسمها الفي تي بي بروننج، الفي تي بي بروننج. ايه هو الفي تي بي بروننج؟ الفي تي بي بروننج لو انا مثلا سويتش ده مثلا واصل بسويتش ده كده، وده سويتش ده واصل بسويتش ده كده، تمام. بفرض ان انا عندي فيلان 10، اوكي، فيلان 10 هنا وفيلان 10 يعني فيلان 10 فيلان 10 هنا وفيلان 10 على السويتش ده وفيلان 10 على السويتش ده، ده مثلا سويتش 3 اس 2 وده اس 1، اوكي. لو انا عندي جهاز بعت متصل على فيلان 10 وبعت برودكاست، مثلا لو انا عندي على السيرفر ده انا اسف على السويتش ده برضو جهاز برضو متصل على فيلان 10، تمام. افرض انا عندي السويتش ده اصلا مش موصله على فيلان 10، يعني ما فيهوش اصلا اي بي سي متوصل على فيلان 10، المشكله ان انا البرودكاست هتروح، بعت برودكاست من البي سي ده هتروح للترنك وبعد كده تطلع فيلان 10 هنا وبعد كده تروح للترنك، فمش هتقع، مش هتطلع لاي بورت، تعملها ديسكارد. طيب كلام جميل. انا الفي تي بي بروننج القصه بتاعته ان انا ممكن اعمل او بيسموها برضه في لان بروننج، ان انا طالما انا ما عنديش بورتس هنا متصل على فيلان 10 اسايند على فيلان 10، فانا السويتش ده بيبعت للسويتش ده بيقول له برون على فيلان 10، يعني يا سويتش تو اي برودكاست تجي لك على فيلان 10، اي داتا تجي لك على فيلان 10 ما تبعتها ليش، لان انا ما عنديش جهاز اصلا كونكتد على ايه، على فيلان 10. طيب اتمنى يكون الكونسبت ده اتفهم. جينا بقى للتشالنجنج تيست. التشالنجنج تيست عندي هو الفي تي بي ما بيجيش عليه الا يعتبر سؤال واحد في امتحان سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج تيل ناو، يعني فبيقول لك هنا نتورك ادمنستريتور از اكسبلينينج في تي بي كونفيجريشن تو ا نيو تكنيشن، وات شود ذا نتورك administrator tell the new technician about btb configuration choose 3. قبل يا جماعه ما نحل السؤال ده، زي ما احنا قلنا ان الكلاينت الفرق بينه وبين السيرفر، الكلاينت مش بيقدر يابديت، يعني مش بيقدر يبعت ابديت. كذلك خلي بالكوا ان الكلاينت ما يقدرش كرييت فيلانز عنده، ما يقدرش ايه يكرييت فيلانز عنده، يعني انا ما ينفعش مثلا انا مثلا السويتش بتاعي كفي تي بي كلاينت مود واكريت فيلان 10 20 و30 وهكذا، ما ينفعش اعمل الكلام ده. الكلاينت ما يقدرش كرييت لفيلانز في اللوكال داتابيس بتاعته. دي معلومه قد يكون بعضكم ان لم يكن معظمكم ما يعرفهاش، ولكن انا حبيت كده ايه اقولها. هو هنا بيقول لك ايه a switch in the VTP client mode can't update its local VLAN database. ايوه خلي بالك هنا بيقول لك choose 3. بيقول لك a trunk link must be configured between the switches to forward to VTP. ايوه لان خلي بالكم يا جماعه الفي تي بي ابديتس، يعني انا عشان ابعت بي تي بي ابديت ما بين سويتش وما بين سويتش لازم اللينك ده يكون ايه، لازم اللينك ده يكون ترانك. كلام جميل. بيقول لك تشوز 3. طيب the switch in the VTP server mode can update a switch in the VTP transparent mode. لا لان transparent مش بيقبل updates، transparent بيفرود updates وممكن يعمل updates لكن مش بيستلم updates. A switch in the VTP transparent mode will forward updates that it receives to other switches. ايوه ده معايا. كده يعتبر خلصنا التشالنجنج تيست. في المحاضره النهارده اتكلمنا عن اوفر فيو على الفي تي بي وكذلك حلينا التشالنجنج تيست. انا يعتبر خلصت، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم. شكرا على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.